استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبيه صباح اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة لها خصوصيتها وبعدها التاريخي وتحظى بكل الدعم والإسناد لما يجمع البلدين من روابط محبة وأواصر قربة ووحدة مصير مشترك بناها الآباء والأجداد معربا سموه عن اعتزاز مملكه البحرين بالتطور الذي تشهده العلاقات البحرينيه السعوديه وسعيها الدائم للارتقاء بمسار التعاون بينهما استنادا الى العلاقات القويه التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تشكل عمقا استراتيجيا للعرب والمسلمين ولها مكانتها السياسية والدينية وتعزز دورها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حتى غدت المتصدر الأول لحماية الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم. كما تم خلال اللقاء استعراض جمله من الموضوعات المتصله بتطورات الاحداث ومستجداتها اقليميا ودوليا، حيث اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمواقف القياده السعوديه تجاه مختلف القضايا العربيه والاسلاميه، وبالدور الريادي الذي تقوم به المملكه الشقيقه في دعم الامن والاستقرار والسلام في المنطقه والعالم.